النهاردة في ارتفاع في سعر كيلو الفراخ البيضة. امبارح كان كيلو الفراخ البيضة بتنفذ من قلب المزرعة 64 جنيه، النهاردة الفراخ البيضة زادت 4 جنيه على الكيلو الواحد. النهاردة بتنفذ كيلو الفراخ البيضة من قبل المزرعة 68 جنيه. النهاردة نزلت في المحلات بسأل على كيلو الفراخ البيضة بتتباع بكام؟ ب75 جنيه كيلو الواحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم بارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. فيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هقدم لكم أسعار الدواجن جملة في المزرعة وقطعها في المحلات. أسعار الدواجن يوم الأحد 26/3/2023. وليكم الأسعار. الفراخ الساسو نزلت في الكيلو 5 جنيه، امبارح كان كيلو الفراخ الساسو بتنفذ من قلب المزرعة 105، النهاردة تنفذ كيلو الفراخ الساسو 100 جنيه، بتباع في المحلات على 110. تنفيذ كيلو الفراخ الرز والفيوم من أرض المزرعة 105، بتباع في المحلات على 115 جنيه. تنفيذ كيلو الفراخ البلدي من أرض المزرعة 120 جنيه، بتباع في المحلات على 130 جنيه. تنفيذ كيلو الروم الأسود من قلب المزرعة 100 جنيه، ثابت على 100 جنيه، بتباع في المحلات على 110. تنفيذ كيلو الروم البرونزي 90 جنيه، بتباع في المحلات على 100 جنيه. تنفيذ كيلو البط البلدي من قلب المزرعة 105، بتباع في المحلات على 115 جنيه. تنفيذ كيلو البط المسكوفي 95 جنيه، بتباع في المحلات على 105 و110. تنفيذ كيلو البط المرر 85 جنيه، بتباع في المحلات على 95 جنيه. تنفيذ كيلو البط الأبيض 75 جنيه، بتباع في المحلات على 85 جنيه. تنفيذ كيلو الأرنب 90 جنيه، بتباع في المحلات على 95 جنيه، وفي محلات تانية بيبيع كل الأرنب والله العظيم سألت عليه ب100 جنيه. بالنسبة لجوز الحمام البلدي بيتباع في المحلات بيبدأ من 75 إلى 100 جنيه على حسب حجم الحمام أو على حسب نوع الحمام. بالنسبة سعر طبق البيض البلدي من قلب المزرعة 110، بيوصل للمستهلك على 120 جنيه. سعر طبق البيض الأحمر من قلب المزرعة 105، بتباع في المحلات على 115 جنيه. سعر طبق البيض الأبيض من قلب المزرعة 95 جنيه، بتباع في المحلات على 105. لو عجبكم الفيديو بتاعي اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.